سبور إكسبريس. ماذي ساعتين وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس. برشا تداول للأخبار، حصول أنيس البدري على تعويض 14 مليار من اتحاد جدة السعودي. قلت تداول على نطاق واسع في الإعلام العربي لقضية أنيس البدري مع نادي اتحاد جدة بخصوص كما قلت التعويضات اللي تصل إلى 14 مليار بفلوسنا. خبير قانون رياضي سعودي اسمه أحمد الشيخي هو وراء الخبر. القنبلة صحيفة البيان الإماراتية الصادر اليوم قالت أنه الاتحاد خسر قضيته المطروحة أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد ما قامت بتأييد الحكم الصادر من الفيفا لصالح أنيس البدري. الاتحاد نذكر كان رفع دعوة ضد أنيس البدري يطالب فيها بالحصول على مبلغ 31 مليون ريال سعودي، مبلغ كبير برشا، هذوما تقريبا يعني مبلغ فلكي كين بنحسبوهم الفلوس بالدينار التونسي تقريبا الدوبل يعني. ولكن الدعوة كما تقول الصحيفة انقلبت على نادي لصالح اللاعب حيث حصل على حكم بأحقية تقاضيه 16.5 مليون ريال، هذوما يجيو تقريبا قلت 14 مليار بفلوسنا. الحكاية وما فيها كما قلت أنه الخبير القانون السعودي من البارح على تويتر وما زال مصر يعني على الموقف متاعه، يقول أنه الاتحاد خسر قضيته مع أنيس البدري بعد ما رفض فيفا دليل من النادي بسبب إرساله باللغة العربية. وأشار الشيخ إلى أنه راتب أنيس البدري مع الاتحاد كان 700 ألف ريال سعودي شهريا، في حين أنه يحصل الآن مع الترجي التونسي على 60 ألف ريال. هذا تقريبا كل التطورات الخاصة بأنيس البدري في علاقة بقضيته المرفوعة مع اتحاد جدة السعودي. غموض كبير في النادي الرياضي البنزرتي على كل المستويات، تحكينا عليه مراسلنا مراد دلاجي. مراد اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك عبد، مرحبا بكل مستمعي راديو موزيكا فهم. كما قلت انت معناتها غموض كبير في وضعيه النادي الرياضي البنزرتي بعد ما وفرت فتره تقديم الترشحات قبل اسبوع وتم تاجيل الجلسه العامه الانتخابيه لانه ما ترشح حتى حد لرئاسه وعضويه الهيئه المديره للنادي الرياضي البنزرتي. هذا اللي خلى السلطه الجهويه تعمل تمديد للهيئه التسييريه الى غايه 10 اوت في انتظار معناتها يقع الاعلان مره اخرى على فتح باب الترشحات. الكواليس اللي نعرفوها ومعناتها ما ثم حتى انسان عبر على رغبته حاليا باش يتقدم النادي الرياضي البنزرتي. اليوم السيابي ما عندهاش معناتها وضعيه واضحه وقتاش تبدا يعني التمارين نتاعها، المدرب ما نعرفوش شكون المدرب، رصيد اللاعبين برشا لاعبين انتهت معناتها العقود نتاعهم وينجموا يخرجوا من النادي الرياضي البنزرتي. كيف على مستوى الانفراستركتور لانكس نتاع السيابي اللي نورمالمون في 15 اكتوبر شد في اشغال ما بداتش فيه الاشغال. غموض كبير برشا نجم اثر على مستقبل النادي الرياضي البنزرتي، خاصه سمعنا اللي فما مدرب سابق البارح يهدد يعني بتقديم عقله على النادي الرياضي البنزرتي وعلى الهيئه التسييريه المطالبه بالمستحقات نتاعو. اذا ما تحركش الهيئه معناتها العائله البنزرتيه في الوقت هذا عبدو باش نجم تكون معناتها الموسم القادم موسم صعيب وصعيب برشا يا عبدو. اكيد ان شاء الله الرساله تكون وصلت حتى لي على مستوى السلطات الجهويه حتى يتحركوا في الوقت المناسب لانه الوقت يزرب معاش برشا وقت لانطلاق التحضيرات. شكرا مراد. شكرا. متوسط الميدان الدولي عيسى العيدوني يلعب اليوم على 7:30 لقاء الإياب للدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الأوروبية مع فريق فرانس فاروش أمام سلوفان براتيسلافا. نتيجة الذهاب كانت لفريق براتيسلافا بنتيجة 2-1. الصراع على لقب البطولة الليبية لكرة القدم اللي تتلعب في تونس متواصل، ونذكر نزوز فرق معنيين باللقب. نحكي على قطبي العاصمة طرابلس، الأهلي والاتحاد، ثلاثة مباريات هما اليوم الخمسة كل مباريات ينطلقوا. الأهلي طرابلس في الصدارة مع الأولمبي، والاتحاد كذلك في الصدارة مع النصر، والأهلي بنغازي اللي دربه فوز المزارتي اللي خرج من التنافس على لقب البطولة يستضيف الأخضر اللي موجود في المركز الثالث بست نقاط بعيد زوز نقاط على فريقي الصدارة. في البطولة المصرية الجولة 27 تهمنا مباراة مصر المقاصة مع الأهلي فريق علي معلول اللي موجود في المركز الثالث. البارح واليوم الفجر في المباريات الودية ريال مدريد الإسباني تعادل مع كلوب أمريكا 2-2، كريم بنزيما وإيدين هازار سجلوا هدفي الريال، وبرشلونة يتعادل في لقاء قمة مع اليوفي وديين مع قلت في أمريكا زوز مباريات هذوما 2-2. عثمان ديمبيلي سجل ثنائية رائعة لبرشلونة، ومويسكين سجل ثنائية اليوفي.
الليلة الدور نصف النهائي الثاني لليورو، من سيرافق إنجلترا إلى المباراة النهائية؟ نحكي على لقاء ألمانيا فرنسا، بداية من 8 متاع البارح المنتخب الإنجليزي سحق السياد بنتيجة 4-0. وفي الميركاتو الإيطالي، نابولي يعلن التعاقد رسميا مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي قادما من فنربخشة التركي ب 20 مليون يورو. لويس سواريز توصل رسميا الاتفاق مع فريق بدايته فريقه الأم ناسيونال في الأوروغواي لفترة 3 أشهر قبل مونديال قطر. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net. أنا عبد السلام ضيف الله، ما بقى لك باش نقول لكم دائما أمتع وأسعد الأوقات على الإذاعة الأولى في تونس. إلى اللقاء.